يحل المنتخب الوطني غدا ضيفا على نظيره السنغالي في اياب المرحله الحاسمه والمؤهله لكاس العالم 2022، وكان منتخب مصر قد حسم مواجهات الذهاب لصالحه بهدف دون رد. تتجه انظار عشاق الساحره المستديره صوب ملعب عبد الله واد، والذي يستضيف مباراه المنتخب الوطني الحاسمه امام مضيفه السنغالي في اياب الدور النهائي بالتصفيات المؤهله الى كاس العالم 2022. منتخب الفراعنة يدخل اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف، ليصبح المنتخب الوطني مطالباً بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا من أجل ضمان التأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني. لم يستقبل منتخب مصر أي هدف من أسود التيرانجا سواء في نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي استمر ل 120 دقيقة أو في مباراة الذهاب بمجموع 210 دقائق من الصمود أمام الهجوم السنغالي. الماتش الجاي هيبقى صعب جدا، ربنا يستر يا رب وتكمل على خير وتبقى فرحة كبيرة لنا يا رب إن شاء الله. متوقعين إن المباراة اللي جاية بإذن الله تكون أفضل في المستوى عن المباراة اللي فاتت، وإن شاء الله يبقى أداء الفريق كويس جدا ونتمنى التوفيق. إن شاء الله توقعاتي بإذن الله نكسب، بإذن الله بإذن الله تعالى هنكسب إن شاء الله 2-0. إن شاء الله أتوقع أن المنتخب يكسب 2-0 على يد محمد صلاح والسولية. نتوقع إن شاء الله فوز منتخب مصر 2-1 في السنغال، ويحرز الأهداف كابتن محمد صلاح وكابتن مصطفى محمد، وإن شاء الله يبقى المرة الثانية على التوالي في الصعود. إن شاء الله مصر تفوز ونصعد لكأس العالم إن شاء الله. توقعات إن شاء الله بأمر الله يعني المنتخب يكسب 1-0 ومحمد صلاح برضو هيحط الجون. إحنا متوقعين إن شاء الله المنتخب يفوز ومحمد صلاح يجيب جون إن شاء الله. هذا وشهدت قائمة الفراعنة استدعاء مدافع الأهلي رامي ربيعة ومدافع بيراميدز علي جبر، وذلك لتعويض غياب محمد عبد المنعم المصاب بكسر في الأنف ومحمود حمدي الونش الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. تاريخيا خاض المنتخبان 15 مباراة سابقة، فاز المنتخب الوطني في 8 مباريات وفازت السنغال في 5 مباريات، بينما تعادل المنتخبان في مبارتين. تأهل بيراميدز إلى دور 16 ببطولة كأس مصر بعد فوزه على لافيانا بهدف نظيف في دور 32 من المسابقة، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 34. كشف تقرير صحفي أن نادي برشلونة الإسباني يستعد للسماح برحيل ثمانية لاعبين من أجل التعاقد مع الدولي المصري لاعب ليفربول محمد صلاح هذا الصيف، والذي ينتهي عقده مع ريدز بنهاية الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة إس الإسبانية، فإن برشلونة فتح باب المغادرة أمام ثمانية لاعبين لخفض قيمة الرواتب بالفريق، مضيفا أن ذلك سيساعد الفريق الإسباني في التعاقد مع صلاح لتدعيم هجوم الفريق في ظل صعوبة ضم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة. انتهت الجولة الرياضية، وعودة مرة أخرى إلى محمد ونهى.